شفنا ردة فعلكم على لعبة أسترو بوت وقديش كنتم مرة متحمسين لها بشكل مو طبيعي يا جماعة، وأغلبكم قال هذه هي اللعبة حرفيا اللي شالت مؤتمر بلايستيشن الأخير. هل فعلا لعبة تستاهل المديح هذا كله وتكون مفاجأة هذه السنة؟ حاب أقول لكم ممكن أكون أنسب شخص يفيدكم في هذه النقطة، لأني شخصيا جربتها يوم الجمعة اللي راحت، من الصراحة ما توقعتها. السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله طيبين ومبسوطين. يمكن أنا من الناس اللي مو عادتي أسوي فيديوهات لألعاب، ويمكن هذا الشيء اللي أنا ناوي أطور أكثر في الفترة الجاية وإحقاقا للحق عشان أكون كذا على بينة والأمور واضحة. أنا ماني مجبور أسوي ذا المقطع ترى، حرفيا أنا أقدر أكتفي شخصيا بانطباع اللي شاركته في الموقع، تقدروا تشيكون اللينك عندكم وفي التغريدات والسناب شات شاركت بعض الانطباعات وقفل الليلة وانتهى الموضوع. مرة ماني مجبور صراحة نسوي ذا المقطع، لكن في حاجة في اللعبة هذه يعني أنا ما أستبعد صراحة لو اللعبة دي فاجأت كثيرين، وأنا مو بس أوثق في 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 اختياري للعبة دي، لأنه العادة أنا بحب أختار ألعاب تعجبني أتكلم عنها عشان يبان إنه أنا فعلا شغوف ومتحمس وعندي التفاصيل كلها. يمكن هذه واحدة من الأسرار اللي تخليني مستمر في منصة اليوتيوب بشكل عام، وغير طبعا أنه أقدر أكبر حجة أتعلق فيها حماسكم أنتوا يا جماعة الخير، حماسكم ذوقكم، يعني دائما الجيمرز لما نتفقون على شيء فعلا يطلع شيء ممتاز. وبحكم أني أنا يوتيوبر أكثر من أني أنا بكتب في الموقع، أنتم متعودين على ذا الشيء، فالعقل المنطق أنه أنا حشارك مقطع أقدر أعبر فيه بالشيء اللي أنا يعني احس اني انا متمرس ومتعود عليه. وخصوصا هذه اللعبه تذكر اكثر بالماضي القديم حرفيا. بس قبل لا ادخل في التفاصيل واشارك كل الامور اللي انا صراحه مره متحمس اشوف ردة فعلكم عليها، حاب اذكر ترى اللعبه تم تصنيفها يا جماعه الخير زي ما انتم شايفين تصنيفها قدامكم في السعوديه، لانه انا عارف ذا الموضوع ما شاء الله ساير محتوى للبعض، كل من هب ودب صار يفتي فقدامكم، بالاضافه انها داعمه للغه العربيه. طبعا انا صورت فلوق كذا بسيط خلينا نقول حشارككم اياه الان، بس ان كان في شيء انا ابغى يعني اركز عليه كبدايه صراحه مكتب بلاي ستيشن، يعني انا شكله بيجي يوم بطب عليهم بفشخ نص الفكرز اللي موجود عنده، بالذات حق كوجيما كان جدا رهيب، شيء صراحه جدا جميل، ترتيبهم صراحه جدا جميل ومكتبهم كذا صحيح انه صغير لكن مليان. طبعا هذا المكتب اللي تشوفونه اللي هو مكتب الاقليمي لبلايستيشن بشكل عام في الشرق الاوسط في دبي، وبحكم ان انا في السعوديه فشيء طبيعي التنسيق والتظبيط كله من بلايستيشن السعوديه يعطيهم الصحه والعافيه، ترشيحهم لنا احنا وغيرنا من الزملاء الاعلاميين والمواقع، اتجهنا بعد كذا على دبي. طبعا انا مددت يوم زياده قضيتها حرفيا نوم، حتكلم عن ذا الموضوع اكثر الفتره الجايه، بس لانه والله فرق معايا النوم الكويس يحافظ على صحتك وعلى تركيزك، ويمكن هذا الشيء اللي خلاني اخذ المقطع انه ابغى اسجل وانا رايق وفايق، لانه الكلام اللي حتسمعوه اليوم حيعيدكم بالذكريات. طبعا كان عندنا قاعتين خلينا نقول، قاعة كان فيها النسخة العربية وقاعة كان فيها النسخة الانجليزية، طبعا في النهاية كلها بتعطيك نفس الشيء، فبأكد اللغة العربية موجودة، وطبعا الحوارات ما في لانه اغلبها شخصيات ما انتم عارفين ما بتتكلم، فلا تتوقع انك انت بتسمع شيء منهم، لكن الخط كبير وواضح انه بلاي ستيشن قاعده تسمع، بدأت انا بتكلم عن الناس المسؤولين عندنا هنا، كبروا الخطوط صارت واضحه كلير، المصطلحات جميله اللي كانوا مستخدمينها، الفصحى الامور كانت عال العال صراحه ما عليها اي كلام، اذا مفسوحه باللغه العربيه او مصنفه باللغه العربيه. كذا انتهينا من اهم نقطتين، خلونا ندخل دحين في التفاصيل. طبعا فكرة اللعبة انت اول ما تلعبها فكرة انه في مجرة، والمجرة هذه فيها كواكب، وكل كوكب بثيم او بفكرة معينة وضروري تركزون على النقاط هذه. طبعا انا اول ما لعبت على بالي انه بس هذه المجرة، بس طلع لا، انه المجرة دي عبارة عن مراحل تلعبها عشان تقابل في النهاية زعيم او بوس معين، ممكن اشارككم اياه لانه هذه واحدة من الاشياء اللي احنا سويناها، واتوقع انه احنا لسه ما شفنا شيء حرفيا من اللعبة، فلا تخاف من الحرق. طبعا في زي الثقب الاسود لو اتجهت عليه حيوريك بعد كذا مجموعه مراحل بس على اشكال الزعماء نفسهم، فمثلا احنا كنا ضد زعيم الاخطبوط، فالاخطبوط هذا لو خلصته في غيره من الحيوانات اللي حتتقاتل كمان معاه بس عشان توصل الفكره. فتقريبا لو جينا نحسب نقول مثلا بمجموع 80 مرحله، بحيث كل مثلا مجره فيها 10 كواكب وكل مجموعه كذا شمسيه فيها 10 كواكب،
فمعناته انت موعود بمحتوى دسم، وهذا احنا انتهينا منه واثقين فيه من اللي احنا شفناه. لما نيجي نتكلم على الجيم بلاي، انا اول ما لعبت للامانة اكون معاكم صريح، انا داخل بفكرتين. الفكرة الاولى انه يا انها اللعبة هذه مرة صعبة وحكره نفسي حرفيا فيها، والفكرة الثانية انه ما في اي قيمة مضافة جديدة في هذه اللعبة افضل من اللي احنا شفناه. بس دخلت على هذا المود، يعني ماني متوقع ذاك الشيء الكثير، قدموا انه جرافيكس جميل، وما بقول ذاك الجرافيكس الواو، لكن هذا الانطباع المبدئي او الفكر اللي انا دخلت فيه. وهنا الصدمة، لما لعبنا كان الوضع هنا يا جماعة الخير غير. احس اني تحمست، حرفيا تحمست يا جماعة. اول شيء لاحظت انه انا بديت اضيع او كذا تلبخت كذا فجأة، بديت افتكر كذا امور، قلت دقيقة انا دوبي افتكر انه كنترول بلاي ستيشن 5 فيه هذه الميزات، طريقة استخدام التريجر وطريقة استخدام الهيبتك والإحساس اللي بيجيك في الكنترول مع اللعب، هذا أحس أني أنا افتقدته فترة طويلة. اللعبة هذه مركزة بشكل كبير جدا أنها تعطيك التفاصيل في الجيم بلاي تحسه بيدك حرفيا، فهذه كانت حاجة كده في البداية حسيت أني أنا اتذكرتها، لأنه أنا متذكرها كانت موجودة في لعبة أسترو اللي هي النسخة الديمو أو اللي كانت تجربة، بحيث أنها تشرح لك أو توضح لك ميزات البلايستيشن 5 وتندمج معاها. وأعتقد يمكن أغلبكم اللي جرب الديمو فهم إيش المقصد أو إيش الفكرة أو الميزات الموجودة في جهاز البلايستيشن 5. هنا رجعت للذاكرة، لأنه حتى فكرة أنك أنت تتحكم باليد يمين ويسار وتتحكم بالشخصية هذه كمان نسيتها، لأنه ما أفتكر صراحة في لعبة قريب لعبتها كانت تركز على النقطة هذه، قدموا انه اوبشن، بس هذه تحس انها عرفت تستغل نقاط او الفيتشر الموجود في الكنترول، فهذه نقطة جدا مهمة تحطونها في البال. بعد كده وانت تمشي تحس كده الاهتزازات في اليد لما تخليه يطير وينزل زي الموية او زي ماني عارف زي النار او المهم انه اساسا لما يطير يحتاج طلع نار من تحته، برضو كمان تحسه بيدك، فكان شيء جدا صراحة شعور عظيم بالنسبة لي واول مرة بحسه من فترة، وما أحس إن أنا ودي أطفي، لا بالعكس أحسه جزء أصلاً من التجربة من لعبة أسترو، فهذه نقطة جداً ضروري تحطونها في البال، لأنه بعد كده أي شيء بيصير في عالم اللعبة تأكد إنك أنت حتحسه من النهاية يا جماعة الخير. طيب لعبت، أوكي المرحلة الأولى كان مركز كده بثيم موية بحر، خلينا نقول مخلوقات بحرية. إلى الآن أسترو اللي أنا أعرفها يعني مو ذاك الشيء الجديد، في تحسن في الجرافيكس، في تحسن في السوائل بشكل عام، لكن ما أعطتني ذيك اللعبة اللي أقدر أقول عليها واو. إلين فجأة يا جماعة الخير جاني كذا أعطوني حاجة تلبسها على الظهر شكلها أخطبوط، وجاء على بالي أنه شيء بيضيف لي في الغوص، يعني مع أنه هو بيغوص وما يحتاج، يعني ما في بار بيطلع وأنك بتموت أو شيء زي كذا، وطلع لا أنه بيخليك تتنفخ، تعرفون أنت الأخطبوط ينفخ نفسه، فحرفيا تنفخ نفسك ويطير. اوكي ميزه جميله، بس بعدين بدوا يعلموني على اشياء في المرحله تحتاج انت تسويها على اساس انك انت تستفيد من الميزه دي، لانه ضروري تتعلمها وتستخدم الميزه عشان تقدر تعدي. فمثلا مخلوق بيطير فتحتاج انت تطير وتصدم فيه مثلا وتاخذه، لانه فكره اللعبه بشكل عام انك انت تجمع مجموعه شخصيات طبعا كلها مشهوره على جهاز البلايستيشن 5، زي مثلا خلينا نقول شخصيات من انشارتد، شخصيات مثلا من لاست اوف اس، شخصيات مثلا من جورني وغيرها من الالعاب الكثير الحصريه هورايزن والى اخره، عاد عد واغلط. فكانت الفكره تجمع الشخصيات هذه وبعدين يصيروا جوه الكنترول الخاص فيك، وطبعا مجموعه شخصيات، فانت مثلا تجمع ثلاثه اربعه يمكن هم الاساس مثلا، لكن في شخصيات اضافيه. هنا التركه اللي انا بتكلم عنها، طبعا الشخصيات الاساسيه بتلاحظها وانت ماشي، لكن فجأة افتكرت شغلة أنا، قلت دقيقة دام أنا أقدر أطير خليني أشوف محيطي وأطل حولي وأشوف، وفعلا لاحظت أنه في أماكن ممكن أقدر أطلعها، خليني أجرب. لاحظوا اللعبة ما علمتني، يعني هذه ميزة أنا مرة مبسط صراحة منها، لأنه أغلب الألعاب للأسف يعني في الفترة الأخيرة حرفيا كأنه واحد يمسك يدك يقولك يا بابا يا شاطر تعال امشي وراي، وأنا أكره ذا الأسلوب أو الستايل، وعشان كذا أنا دائما بقول للشباب جربوا العبوا العاب نينتندو زي زلدة مثلا، مجرد ما تتعلم البيسك بعد كذا انت وشطارتك تتكلم تتضارب تتدابج، ما حد بيقول لك شيء، المهم في اوبجكت في هدف اوصله بطريقتك الخاصه، وانا جو الالعاب اللي زي كذا. فهذه اعطتني نفس الاحساس انه اوكي احنا اعطيناك الميزه وهذا خط النهايه وروح وانت حر،
مو بس كذا، هذا باكم تركزون عليه لانه حجي عليها شويه. وقعدت استكشف في المكان وفعلا اكتشفت اماكن سريه واكتشفت اشياء ما هم يعني لمحوا عليها، بس انت بذكائك بفطنتك خلينا نقول، فكويس انها تعطيك اللعبه المساحه هذه انك انت تستكشف الى اخره. وفعلا صار الموضوع تحدي لي انه انا اكمل الشخصيات كلها اللي موجوده، لانه يبان معاك انه مثلا في 7 شخصيات وانت طلعت مثلا 4 فتعرف انه باقي لك مثلا 3 فابحث. هذا طبعا بيكون تحدي اضافي للناس اللي متحمسه للتروفيات او انها تكون يعني تطلع بالعلامه الكامله. هذه كانت اول مرحله. هنا قلت انا اوكي دقيقه، هذه اول مرحله فيها ابتكار، فيها افكار جديده ما كانت موجوده في لعبه استرو. هل حيستمر هذا الموضوع في المرحلة الثانية؟ خلونا نشوف. المرحلة الثانية لما جيت لعبتها، أول شيء أنت تكون طبعاً في زي الطيارة، زي ما قلت لكم في مجرة تمشي فيها كذا، ورحت على الكوكب الثاني. الكوكب الثاني من بدايته يا جماعة التوجه الفني كان مرة مختلف. مو دوبنا كنا ببحر. طب إيش اللي ساير ذحين؟ أنا أقول لكم إيش اللي ساير ذحين. اللي ساير يا جماعة الخير إنه كان عبارة عن خلينا نقول مرحلة تحسها كذا في السماء. حرفيا كانك كذا في السماء وغيوم كثير، والشخصيه اللي ضدك مختلفه عن اللي قبل، وحتى المخلوقات اللي موجوده مختلفه، الامور كلها مختلفه. هنا حسيت اللعبه قلبت لعبه منصات. كيف يعني لعبه منصات؟ يعني العاب انا ما احبها صراحه، اللي هي تكون مثلا حاجه كذا تمشي وانت تنط عليها، بعدين توقتها مع منصه ثانيه وتنط عليها، زي المصعد كذا بيتحرك يمين ويسار ويجيبوا لك نقاط او الهلالات هذه اللي تجمعها. انا توترني صراحه وماني مره شاطر فيها، يعني اكون معكم صريح، اتوقع اللي يلعب كراش بيكون فاهم انا قاعد اتكلم عن ايش بالضبط. فهذا تحدي جديد، هذا ما كان موجود في الجيم اللي قبل. هنا عرفت لا اوكي، هنا احنا نتكلم عن ابتكار في كل مرحله، في كل جزئيه في توجه فني بيخطب. ايش يعني توجه فني؟ يعني المرحله مصممه على طريقة وستايل اللعب، لدرجة انه الشيء السبيشل اللي اعطوني كان عبارة عن كلب بتحطه في ظهرك، وطبعا اللي قبله اخطبوط هذا كان كلب. الكلب هذا ميزته انه ما اعرفش العلاقة، بس المهم انه يخليك تنطلق انطلاقة كأنه في ظهرك في صاروخ او تيربو او سميه اللي يعجبك. فعرفت انه انا اي شيء اصدمه حكسره، فعرفت انه هذا الستايل حق المرحلة دي. ففعلا صرت اركز واطل في الاماكن كذا اللي حولي، يمكن في مكان اقدر اكسره او الى اخر. وفعلا قعدت اكسر في الاماكن واكتشفت اماكن سريه وصرت اسحب اشياء. هذا هو التوجه الفني مختلف، تخيلوا على حسب المرحله وعلى حسب اللعبه. ففي ابتكار، في تحدي يعطيك جديد متجدد. هذا وانا لسه في اول مرحلتين. هنا تذكرت حاجه، اللعبه هذه ما هي زي الالعاب اللي انا قد لعبتها قبل. يعني انا مخي احتار هل هي زي سبايرو التنين او سبيرو، ما اعرف صراحه بس انا فاكر اللعبه، هل هي زي جيكس الوزغه هذاك، انا عارف انه سحليه بس بقول له وزغه، هل هي زي مثلا اعتقد كان اسمها كلوك تايم او كلوك تاور، اتوقع يمكن كلوك تايم. المهم جزء من اجزاء بيكس باني من براذر ورنس براذر، كان تلعب بشخصيتين بيكس باني وتاز، افتكر كنت العبها مع اخوي. كانت نفس الفكره انه شبه عالم مفتوح تتمشى وتخلص مراحل، وكل ما تتقدم تصعب المراحل. كانت من الألعاب الصعبة وتحتاج أنك تفكر وتحتاج أنك تشتغل، ألعاب زمان عارفين. فلو تلاحظوا كل الألعاب اللي قاعد أذكرها بتذكرني على أيام بلايستيشن 1 بلايستيشن 2. هذه اللعبة تحسها كذا خليط، لكن في نفس الوقت تحسها أسترو. هي اسمها أسترو، ما تقدر تقول أنها ماخذة من هذا وتقلد أسترو. شيء مميز حرفيا فيها، لأنه أفتكر زي ذي الألعاب مثلا هو نمط واحد بس بالتحديات تختلف، لكن التحكم والأسلوب هو واحد. لكن هذه بيختلف التحكم والاسلوب على حسب اللعبه وحسب المرحله وحسب البيئه، وبيعطوك اشياء بتغير لك الامور هذه الخاصه بشخصيتك مع اضافه للاشياء البيسك اللي موجوده في شخصيتك. فا اوكي هنا الصراحه يكون الوضع حماس، لانه المرحله اللي بعدها كان لا اعطوني قفازات، شوفوا مو شايف الظهر يعني مو كله على نفس الرتم، قفازات قلت اوكي بقعد الكم انا، والستايل قلب كذا قراصنه. فاكر المرحله في كراش كان فيها دباب بحر وقراصنه نفس الستايل تقريبا، وطلع هنا لا، طلع انه تقدر تستخدم القفاز ده كانك حرفيا قلبت لعبه سبايدر مان، بحيث انه تضرب وفي نفس الوقت تستخدم وتتعلق R2 L2 R2 L2، كانك تتسلق سبايدر مان. اللعبه لعبه سبايدر مان على بلاي ستيشن مره حيندمج مع المرحله هذه.
بالإضافة أنه حتى الحركة ذيك اللي يتمغط ويطير برضو كمان موجودة، وبرضو كمان تقعد تستكشف الأماكن والأشياء اللي حولك. هذا فيما يخص يعني الجيم بلاي. في حاجة جدا مهمة لازم أذكرها يا جماعة الخير، الغاز اللي عجبني فيها أنه هو بيعلمك بس طريقة التحكم، بس ما بيعلمك كيف تحل اللغز. يعني أنا أفتكر في لغز جيت وكده كان حق ألوان، فكان أنه تلف اليد حقيقي يعني، فيصير انت ترش زي الالوان، والالوان دي لما ترشها كده في الفضاء فجأة تطلع لك زي المنصات وبس. وفي واحد شخصية معروفة من حصريات بلايستيشن قاعد يأشر لك على اساس انك ايش تبى تنقذه. طيب انا حطيته على بالي قاعد اقول له يعني انا ماني عارف شو ايه، بقول له انزل لي تعلي قاعد انتظرك يا سيدي، ولا شيء صار. قعدت شوية حايس افكر في الموضوع يمين يسار، قلت تدري خلينا دققت لاحظت انه المنصة دي لما تلونها تصير واضحة، ولما تخفف الالوان تبدا تقل وتختفي، تلونها ترجع واضحه. قلت اوكي شكلها الفكره انه انا اخلي الالوان عليها ويصير هذا زي السائل، في الوقت ذا انا اطلع عليها لان هي مختفيه، فانا لما اخليها واضحه اطلع عليها واروح له. وفعلا سويت الحركه دي، وفجاه انا طلعت له يا جماعه واخذته معايا وانتهيت. فعجبني انه هم معطينك المساحه دي انك انت تفكر وتاخذ راحتك ولو طولت مع نفسك يعني، فبرابو عليهم. فاللعبة هذه ما هي موجهة للأطفال حرفيا يعني، بيور قدموا أنه فيها تحدي، لأنه واحدة من الأشياء اللي صارت وصراحة يعني أنا ما أدري كيف زبطت معايا واكتشفتها، أنه وأنا قاعد ألعب في المجرة يعني قاعد أتنقل، لأنه لعبنا تقريبا 3 مراحل وبعدها قالوا لي يلا روح على البوس الأخير، لأنه في النهاية ديمو مدة 60 دقيقة تقريبا، فما لعبنا الشيء الكثير، فما راح يخلوك تختم المراحل كلها لأنه ما في وقت. هي الفكرة أنك تأخذ انطباع. فجأة حصلت في نازك ماشي، فقلت خليني أدخل بالطيارة أبى أفجر المركبة حقتي وأفجر الأسترو باللمعة. هذا حرفيا ترى اللي جاب بالي، وخشيت فيه وفجأة هذا طلع لا هو اللي انفجر وفتح لي مرحلة خلينا نقول جديدة. رحت على المرحلة الجديدة هذه صعبة، في واحدة لعبتها أول واحدة كانت صعبة أخذت مني وقت لما عديتها، ما بعطيكم تفاصيل أنتم إن شاء الله متلعبوا وتكتشفون بنفسكم. وفي مرحلة ثانية كانت أسهل بس برضو انت تكتشف بنفسك طريقة وستايل اللعب مرة مختلفين. يعني خلينا نقول في واحدة تعتمد على النطنطة، في واحدة تعتمد مثلا على حاجة معينة انت تسويها تستغلها عشان تقدر تعدي. فحتى في هذه المراحل السرية كان في ابتكار، وبعدين يعطوك برضو كمان شخصيات سرية تفكها، زي مثلا افتكر في شخصية جورني مثلا. فهي هذه كانت الفكرة بشكل عام. ان كان في شيء انا شايل همه شخصيا انه اوكي اول 3 مراحل فيها ابتكار، مراحل سريه فيها ابتكار، حتى طريقه القتال مع الزعيم اللي هو الاخطبوط برضو كمان كان في ابتكار، لانه يطلع لك وانت تقعد تفكر ايش اللي في يدك كيف تستغله، تطول في بيئتك عارفين ستايل باتمان نفس الستايل، تستغل المحيط وتتضارب معاه، وفجاه تحصل نفسك انتصرت عليه بدون ما هو يعلمك ايش تسوي بالضبط. وفجاه طلع لي كمان شخصيه كريتوس وكمل لك على الـ على الـ على الاخطبوط هذا، فكان مشهد جميل صراحة. وفجأة فتح لي كذا كوكب خاص بكرياتوس، فهنا يعني بديت أفهم نوعا ما فكرة اللعبة. واضح إنه الاستوديو بالذات إنه كمان مع تابعينهم الاستوديو جابان، إنهم حيستغلوا مو بس قدرات البلايستيشن، حيستغلوا حتى الأفكار اللي موجودة في حصريات بلايستيشن، واللي صراحة حتكون بحر لا نهائي. ويمكن هذه النقطة الإيجابية هي في نفس الوقت نقطة سلبية، لأنه إذا أنت اليوم ما شاء الله تبارك الله عندك شخصيات كثير زي مثلا سبايدر مان، وعرفت تحط منه مثلا بعض الميزات وأضفت ميزات خاصة بأسترو، هل حيستمر الوضع ده في المراحل الجاية؟ لو جينا نتكلم مثلا في كل مرحلة 10 كواكب، هل معناته كل المجرات اللي حروح لها بعدين كل مرحلة حتكون بفكرة وتوجه فني مختلف جديد بدون ما يكون فيه تكرار؟ يمكن هذه أكثر نقطة أنا شايل همها للأمانة. وأعتقد لو أنه قدروا فعلياً يتحدون نفسهم ويقدمون 80 مرحلة مميزة بتوجه فني مختلف بأجواء مختلفة، ويستغلون كل الأفكار الموجودة مثلاً في لعبة أو في ألعاب أو حصريات بلايستيشن زي مثلاً هورايزن، في مرحلة تلعب مثلاً بتطير في الجو، أو أعتقد شفنا لها تلميح، أو مثلاً إنشارتد وكيف طريقة اكتشاف الألغاز والإمكانيات اللي موجودة في شخصية نيثن مثلاً توفر اللي هو يستخدم الحبل، أو مثلاً لعبة كل زون مثلا، وغير 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 من الالعاب الكثيره اللي مشهوره وموجوده في بلايستيشن سواء من الجيل اللي راح او الموجوده في الوقت الحالي يحطونها، حتكون ضربه معلم يا جماعه الخير. وما استبعد انه هذه تكون من الالعاب اللي حتفرض نفسها خلال هذه السنه وتكون تقييماتها عاليه ونسمع الناس تتكلم عنها، خصوصا انه اللعبه جميله ممتعه بصريا سلسه
كل شيء راكب فيها ومبني كذا بعنايه، وهذه نسخه ديمو بس. يعطيكم الصحه والعافيه يا جماعه الخير، لا تنسوا تضبطونا اشتراككم لايككم النشر الحركات هذه كلها، جايكم الخير ان شاء الله باذن واحد احد. كان معكم اخوكم محمد براون او احمد الكاذب في جي اف 4 اي، ونشوفكم قريب ان شاء الله، ومع السلامه.